أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والعراقية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في صحيفة العربي الجديد: تظاهرات كردستان العراق، تعزيزات أمنية للسليمانية ودعوات برلمانية لبحث العنف ضد المحتجين. وفي المدى: 81 مليار دولار أنفقت على قطاع الكهرباء لمدة 14 عاما. أما في الزمان فانفتاح عراقي سعودي واتفاقات على تنفيذ مشروعين استثماريين في الأنبار والديوانية. ونقرأ في القدس العربي: كردستان تتوعد المتظاهرين وإضراب مفتوح لنواب معارضين احتجاجا على العنف. وفي الشرق الأوسط أكثر من 3000 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة. وفي اندبندنت عربية: سوريو الجولان يتصدون لمعدات تنفيذ مشروع التوربينات على أراضيهم. وفي العربي 21: العراق يعتزم توقيع صفقة نادرة مع الصين، النفط مقابل النقد. ما جرى ويجري في العراق على مدار 17 عاما استعرضه الكاتب خالد العاني في مقالة جاء فيها: اليوم أصبح الشعب العراقي بكل فئاته وطوائفه وقومياته ومكوناته رافضا لهذه العملية السياسية، وقد انكشف كل شيء، فلا عدالة اجتماعية ولا مساواة ولا حرية ولا ديمقراطية مزعومة، وقد أصبح العراق بما يحتويه نهبا لأناس لا ضمير لهم ولا إنسانية، وما المؤسسات القائمة كالبرلمان ورئاسة الجمهورية والوزراء ومجالس المحافظات والبنك المركزي والبنوك الأهلية إلا سرطان يأكل جسد العراق. منذ 17 عاما والعراقيون الموجودون في الداخل أو الخارج يشاهدون كما يشاهد العالم أجمع مسرحية هزيلة إنتاجا وإخراجا بممثلين سمجين لا يستحون ولا يتعبون. وها قد مضت 4 دورات انتخابية والممثلون سرقوا كل شيء في بلد كان يشار إليه بالبنان، غزته الولايات المتحدة الأمريكية بحجة القضاء على الدكتاتورية ونشر الديمقراطية فيه. ويعلم القاصي والداني أن الذي سعت إليه أمريكا هو تفتيت قوة العراق المتمثلة بقواته المسلحة من القيادات المتميزة والفريدة على مستوى المنطقة والعالم، وتصفية تلك العناصر وقتل العلماء والأطباء والنخب المتميزة في المجتمع، وسيدت العناصر الانتهازية والطفيلية والسراق والفاسدين، وصار العراق في ذيل كل التوصيفات الدولية. وكلما تنتهي دورة انتخابية يأمل الشعب بحكومة خيرة تنفذ طموحاته في اللحاق بركب الدول الأخرى، أو في الأقل يكون كما كان قبل الغزو الأمريكي. كانت الدورة الرابعة مؤشراً واضحاً إلى المتسلطين على واجهة الحكم. شارك في الانتخابات 18% من الشعب فقط، ورغم ذلك تم التزوير المكشوف، وحرقت صناديق الاقتراع ودمرت الأجهزة، وتشكل البرلمان والوزارات حسب ما يريد المتسلطون. اليوم أصبح الشعب العراقي بكل فئاته وطوائفه وقومياته ومكوناته رافضاً هذه العملية السياسية، وانكشف كل شيء، فلا عدالة اجتماعية ولا مساواة ولا حرية. ويضيف العاني: لقد صار هؤلاء الذين يدعون أنهم يمثلون الشيعة أو السنة أو الأكراد منبوذين من قبل الشعب كله، إلا القلة الانتهازية والمتخلفة التي ترقص في كل العهود. الكاتبة ولاء السام الرأي تناولت انهيار قطاع التعليم في العراق بعد احتلال البلاد عام 2003 في مقالة جاء فيها:
إن قانون معادلة الشهادات قانون ميليشياوي بامتياز صوت عليه نواب تابعون، والوقوف بوجه هذه المخططات التي لم تتوقف يوماً يتحقق فقط بمساندة الثوار وثورة تشرين التي خرج شبابها من جديد وبقوة. بعد 17 عاماً من التدمير المنهجي للدولة العراقية ومؤسساتها ولنسيج الشعب العراقي الذي امتد إلى كل قطاعات البلد المختلفة، تتفتق عقول حكومة المنطقة الخضراء وبرلمانها عن قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية لاستكمال حلقة التدمير الكامل ولتطويق العراقيين حاضراً ومستقبلاً باستعمار فكري مفصل، ليس من أجل العلم والثقافة والفكر، بل من أجل التجهيل وإرساء أيديولوجية دينية متخلفة ترتبط بولاية الفقيه. أصدر هذا البرلمان الذي لم ينتخبه إلا أقل من 10% من العراقيين من دون علم وزارة التعليم العالي ولا دوائرها المختصة ومن دون استشارات جدية للملاك العلمي والجامعي وأولي المعرفة، أصدر قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية يشمل كل الشهادات من أبسطها كشهادة التدريب المهني إلى شهادة الدكتوراه، ومن دون أن يمر على مجلس شورى الدولة الذي يدقق القوانين ويدرس عدم تعارضها مع غيرها كما هو متعارف عليه في الديمقراطية المزورة للمنطقة الخضراء، كما أنه لم يمر بمجلس النواب للموافقة ورفعه إلى رئيس الجمهورية، بل تحدد سريان مفعوله المريب بتاريخ إقراره في البرلمان من دون انتظار نشره في الجريدة الرسمية ويطبق بأثر رجعي، أي أنه يشمل الأشخاص الذين سبق رفض شهاداتهم ربما المزورة أو المشترى من جهات ودول وخصوصا من إيران. وتضيف السامرائي: الثوار هم أمل العراق الوحيد، وحدهم قادرون على وقف تدمير العراق وسرقته والوقوف بوجه الأشرار. التدخلات الإيرانية المغيلة في العراق وتأثيرها الديني والاجتماعي تناولها الكاتب محمد الصوافي في مقالة جاء فيها: من المهم جدا بالنسبة للعرب وهم يسعون لاستعادة العراق أن تشغلهم قضية خلافة السيستاني وأن تلقى اهتمامهم، لا أن يتركوا إيران تتمدد بمبررات شكلها الخارجي مساعدات ولكن أهدافها الحقيقية استنزاف الثروات العراقية وتغييب ثقافتها. تداولت مواقع إعلامية كثيرة مؤخراً خبراً عن نية النظام الإيراني المساهمة في توسعة العتبة الحسينية في مدينة النجف العراقية، وخصص لذلك مبلغ 600 مليون دولار أمريكي. وقد علمتنا التجارب أن النيات الإيرانية تجاه دول الجوار العربي عادة لا تتسم بالبراءة ولا بالطيبة، فهي حتى وإن بدت للوهلة الأولى نيات حسنة تخفي وراءها أهدافاً أخرى. هناك جملة من التسويغات التي يمكن أن يحملها هذا الخبر كلها صحيحة، خاصة ما تعلق منها بعراق ما بعد عام 2003 والذي أعيد تشكيله أمريكيا ليتناسب ومصلحة النظام الإيراني في المنطقة، سواء من حيث أن العراق هو نقطة ارتكاز للتمدد الإيراني في الدول العربية وتهديد استقرار دول المنطقة، أو أنه الرئة الاقتصادية التي يتنفس من خلالها النظام الإيراني لتخفيف وقع العقوبات الدولية المفروضة عليه. والشيء الذي لا نتمنى أن يكون خافيا على صناع القرار في الدول العربية وليس فقط في العراق الذي يجتهد للتخلص من النفوذ الإيراني أن عمر علي السيستاني تعدى العقد التاسع، لذا فالتفكير في إعداد خليفته هو أمر مطروح لدى الشيعة في العالم، وهناك أكثر من اسم على قائمة المرشحين، اثنان منهم من أصول إيرانية يؤمنون بولاية الفقيه العامة وفق مدرسة الخميني، وهو ما يمثل قلقا للعرب. وإيران تدرك أن السيطرة على النجف حلم لا يقل أهمية عن السيطرة على العراق. ويضيف الصوافي: إذا كان ترك العراق لإيران خطأ استراتيجيا فادحا، فمن المهم الآن عدم السماح بتكرار هذا الخطأ في أي خطوة أخرى.
التعليم في العراق في زمن كورونا موضوع تناوله الكاتب ثامر الحجامي في مقالة جاء فيها: المنصات الإلكترونية التعليمية غائبة عن أذهان الكثيرين وهي مهملة لدى العوائل العراقية لأسباب كثيرة، منها عدم توفر الأجهزة أو ضعف شبكة الإنترنت أو عدم معرفة استخدام المواقع من قبل الطلبة بل وحتى من الهيئات التدريسية، فيما يترقب الجميع قرارات ارتجالية أخرى من وزارة التربية فلا أحد يستطيع التكهن بها وبنتائجها. لا يختلف العراق عن غيره من بلدان المنطقة والعالم في تعرضه لموجة جائحة فيروس كورونا وبلوغ الإصابات فيه أرقام عالية بسبب عدم الالتزام الشعبي بصورة رئيسية من جانب وسوء إدارة الأزمة من قبل الحكومة من جانب آخر. هذه الأزمة انعكست على قطاعات كثيرة منها الخدمات الصحية والأوضاع الاقتصادية حتى جعلت الدولة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين، لكن الجانب المهم الذي عانى منه ولم توجد له حلول ومعالجات لغاية الآن هو الجانب التعليمي وكيفية تلقي ملايين الطلبة دروسهم خلال هذا العام. حالة من الارتباك والفوضى سائدة في أروقة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، والقرارات التي اتخذت قرارات ارتجالية جعلت المؤسسات التعليمية غير قادرة على أداء مهامها وتركت وحيدة تغرد بمفردها دون وضع آليات محددة لإدارة العملية التعليمية، فهي من جهة غير قادرة على الإيفاء بشروط الصحية لمواجهة الوباء، ومن جهة أخرى ملزمة بقرارات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. وزارة التعليم العالي يبدو أنها قد حسمت أمرها وتركت الأمر إلى الجامعات في وضع آلية التدريس التي يبدو أنها لا تختلف عن آلية العام الماضي عن طريق التعليم الإلكتروني باستثناء بعض المراحل، وهي طريقة أثارت الكثير من الانتقادات سواء في أسلوب إيصال المعلومة أو حجم النجاح في المراحل الدراسية. ويضيف الحجامي: إذا كانت الوزارات التعليمية غير قادرة على التعامل مع الأوضاع الحالية ولم تتمكن من إيجاد آلية لإدارة العام الدراسي الحالي فلا بأس باستنساخ تجربة البلدان المجاورة التي تعاني من نفس أوضاع العراق والحرص على تطبيقها بنجاح، أو اتخاذ قرار شجاع باستمرار الدوام بشكل طبيعي أو التعطيل بشكل كامل وتحمل النتائج. الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وتأثيراته على السياسة الدولية موضوع تناوله الكاتب ممدوح المهيني في مقالة جاء فيها: في خطاب له في دافوس طالب جو بايدن بالدفاع عن النظام الليبرالي وقدم تنظيرا تاريخيا عن العالم المتضعضع الذي ورثته أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية وأنهت الحروب القديمة وخطت مسارا تاريخيا بسبب الحلفاء والمؤسسات الدولية والأعداء الذين حولتهم إلى أصدقاء وساهموا في بنائه ودعمه في آخر المطاف. كل الرؤساء الأمريكيين بعد روزفلت من الجمهوريين والديمقراطيين حافظوا على النظام الدولي الأمريكي ودخلوا في حروب أو عقدوا صفقات سلام من أجل أن يبقى هذا النظام الدولي كما هو، لأنه يخدم المصالح الأمريكية الكبرى. وفي الوقت نفسه حقق أكبر فترة رخاء اقتصادي واستقرار سياسي شهده العالم، حيث مر 7 عقود ولم تتصادم القوى العظمى. وبعد مجيء ترامب اتهم بأنه هز النظام الدولي وأضعف درعه العسكري الناتو، لكن هذا الحكم مجاف للواقع، فقد قامت إدارة ترامب بدفن أكثر إرهابيين دمويين في العقود الأخيرة سليماني والبغدادي، وهما من أشرف على ميليشيات متطرفة هدفها الأساس زعزعة استقرار المنطقة والنظام الدولي. ما هو أكبر من ذلك أنه أضعف بشكل كبير النظام الإيراني وعقد صفقات سلام مهمة لتقوية هذا النظام الأمريكي الليبرالي الذي انطلق قبله بأكثر من 75 عاما، أي أنه فعل رغم الحرب التغريدات الحزبية الداخلية ما فعله رؤساء سابقون واجهوا الخصومة وعقدوا صفقات سلام، والهدف واحد والناتو لم يتزعزع. والرئيس المنتخب جو بايدن سيقوم بالشيء نفسه، فهو من الساسة الواقعيين ومن المؤمنين بفكرة النظام الليبرالي، ويرى أن نجاحه خارجيا يعتمد على نقطة واحدة وهي: هل سيترك النظام الليبرالي أكثر قوة بعد عهده؟
ويضيف المهيني من روزفلد إلى بايدن: هذه هي العقيدة التي سيكون الخروج عليها، أشبه بالكفر والخروج من عقيدة الأجداد. وبايدن المؤمن بهذه العقيدة ودورها السياسي في تاريخ أمريكا والعالم، لن يكون المعتقل السياسي والأيديولوجي المنتظر الذي يروج له منظرو الميليشيات والتنظيمات المتطرفة وهواة الخيال أو الخيال العلمي. الصراع الأمريكي الإيراني في لبنان موضوع تناوله الكاتب توني فرانسيس في مقالة جاء فيها: في 20 من كانون الثاني المقبل ستكون الأولوية لمزيد من الضغوط الأمريكية المتنوعة على إيران وعلى حضورها في المنطقة، وستكون إسرائيل شريكا لأمريكا فيها. فشلت الأزمة المتمادية في لبنان في إجبار الطاقم السياسي الممسك بالسلطة على الانزياح قليلاً لإفساح المجال أمام تغيير يمكنه وضع البلاد على سكة ابتداع الحلول لمشاكلها. ويتساءل كثيرون في لبنان والعالم: ماذا ينتظر تحالف الميليشيات والفساد الحاكم كي يتحمل مسؤولياته ويشرع في اتخاذ خطوات تستجيب لمصالح البلد وسكانه؟ إلا أنهم سرعان ما يجيبون عن تساؤلاتهم هذه بالقول إن هذا التحالف هو من أوصل لبنان إلى الكارثة، فكيف يطلب منه إيجاد الحلول؟ ويضيفون أن مهمة التحالف المذكور هي تحديداً إبقاء لبنان رهينة إيرانية في الصراع الدائري بين أمريكا وحلفائها من جهة وإيران ومنظماتها من جهة أخرى. لم يهتز الممسكون بالسلطة إزاء الانهيار المالي والاقتصادي ولا أمام احتجاجات اللبنانيين، ووقفوا يتفرجون على ضياع مدخرات المواطنين وتبخر رواتبهم وإقفال مؤسساتهم وهجرة شبابهم، وتعاملوا بخفة في بدايات انتشار وباء كورونا، وواصلوا السماح للطائرات الإيرانية وتلك المقبلة من مناطق موبوءة بالهبوط في بيروت. الأمور ستبقى على ما هي عليه إلى أن تأتي إشارة ما من إيران، التي تنتظر بتوتر نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب وبدء ولاية خلفه جو بايدن، في حين تتلقى ضربات متلاحقة تهدد بالرد عليها تحت سقف سياساتها المسمى الصبر الاستراتيجي، فيصبح الرهان متوقفا على إمكانية تبديل المواقف. ويضيف الكاتب في المقابل: ستستعمل طهران كل ما يتوفر لها من نقاط للمواجهة، ولبنان القريب من إسرائيل هو أبرز هذه النقاط. أثبتت دراسة عملية جديدة فعالية لقاح في جامعة أكسفورد بالاشتراك مع شركة الأدوية أسترازينيكا في مكافحة فيروس كورونا. ذكر باحثون في دراسة نشرت بدورية لانسيت الطبية أن اللقاح آمن وفعال، وأظهرت النتائج أنه فعال أيضا في حماية كبار السن، رغم إجراء الدراسة على عينة من الأشخاص تقل أعمار غالبيتهم عن 55 عاما. وأظهرت الدراسة أن عينة الأشخاص الذين تم تلقيحهم بنصف جرعة من اللقاح قبل منحهم جرعة كاملة هي التي أظهرت فعالية الدواء بنسبة 90%. والآن مشاهدينا إلى كاريكاتير اليوم.
إذن مشاهدين، بهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير، إلى اللقاء.